تعالوا. شاطرين لا تشاغبون، اني انا الحين بروح عند ام احمد. خليكم شاطرين. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. وها انا في البيت، ابى ارجع ويكون البيت نظيف. اوكي يا ماما. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ام صالح، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، وانت كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. ها شو سويتوا في الامتحانات؟ والله الحمد لله خلص اولادي الامتحان. الحمد لله عدت على خير. ما شاء الله اولادك كبروا يا ام احمد. ايوه الحمد لله. ليش ما جبت البنات يلعبون معاهم صالح؟ عندهم مذاكره لسه ما خلص الامتحانات. لحظه بسوي لك العصير بي. اوكي شكرا. شكلهم بيقعدوا عندي. يلا يلا روح العبوا برا. لا لا راسي. العبوا برا، العبوا برا. لا خلوني يا اخي، تضربون راسي. قعدوا ما شاء الله عليكم شطار. والله على بالي بس بنات المشاغبين، طلعوا هذيلا بعد. السلام عليكم أم صالح، كيف الحال؟ الحمد لله، وانت كيف حالكم؟ الحمد لله. البارحة عيالي وايد حبوك يا لولو، ودهم يلعبون مع عيالك، ممكن أجيبهم عندك؟ طبعا عادي، خليهم يجون. شكرا يا أم صالح. العفو، مع السلامة. يا دانا امهم احرجتني، بس يعني لا تحاتون بس الا هي ساعه، وتعرفين انا الحين اهتموا فيهم، ان انا الحين عندي وايد شغل في المطبخ، تعرفين ان عندي وايد اشغال الحين، فالحين انا بروح. اهتموا فيهم. يا الله ازعجوني. عندي فكرة،
فكرة؟ عندي خطة، تعالوا بساعدوني بنات؟ أيوة بساعدي. يلا تعالوا. استنى استنى وقف. نعم أقعد. ها شوفوا تعالوا. شفتوا شو سويتون لو ضايقتوني ثاني مرة؟ ها؟ ها؟ الحين احنا من نصف الغرفة، ها؟ احنا ثاني مرة ما نجيبكم هني. يلا تعالوا بننظف على ما ندرس، وانتوا قاعدين هنا لين امكم تجي. اوه هدوء. أكيد أولادي قاعدين يلعبون مع الأطفال، وأكيد بناتي خلصوا دراستهم، خليني أروح أشوفهم. وين اللي هال؟ شو سويتوا فيهم؟ أنا؟ شو سويتوا فيهم حرام؟ الحين شو بتقول أمهم؟ فيكم شيء؟ تعورتوا؟ صار لكم شيء؟ أنتوا بخير؟ لا. يا دانا، أنت الكبيرة اللي تسوين كل هذا فيهم؟ ماما ساعدوني. ايوه تراهم صغار. يا الله الحين شو بقول حق امهم؟ نحن عارفين، ما توقعنا انت بتزعلين. اكيد بزعل يا دانا، هذول صغار وايد صغار، بعد اصغر عنكم. يا دانا لازم يكون عندك حسن تصرف في البيت عشان اكون فرحانه ومرتاحه. توعديني ما تعيدينها؟ اوكي يا ماما. يا أصدقائي، حسن التصرف في البيت من الأمور اللي تخلي ماما مرتاحة وفرحانة. خليكم سبب السعادة لماما. ترقبونا إن شاء الله بكرة بنسحب أسماء الفائزين. هي تابعونا وعندكم فرصة عشان تشاركون. أنا حتى مو فايل. ولا تنسوا الإجابات في الدايركت الإنستغرام. بس لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. لا تنسوا تحطوا لي حساب الانستغرام والتيك توك. مع السلامة يا أصدقائي. ترى المسابقة هي الإجابة على 10 أسئلة في 10 حلقات، لهذا تابعونا دائما حتى تكون لكم فرصة للفوز. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. لا تنسوا تضيفون حسابنا الانستغرام والتيك توك والسناب شات.